عندما يجاهد والد أسير دموعه لا يبقى للكلام مكان، لكنه رغم الألم يوجه رسالته إلى العالم لمساعدته ولو بخبر بسيط عن أحوال ابنه كمال أبو وعر الأسير في سجون الاحتلال، المريض بالسرطان وبفيروس كورونا الذي نقل إليه قبل أيام من أحد المستشفيات الإسرائيلية، وزيارته ممنوعة. نحن لا نريد الشيء الكثير، أنا أريد من كل الهيئات الإنسانية والضمير العالمي أن ييسر لولدنا كمال بالكلام مع أمه بكلمتين: يا أمي أنا بخير. هذا هو الذي نريده. معاناة أبو وعر بدأت أواخر العام الماضي إثر إصابته بسرطان الحنجرة، ما أدى إلى انخفاض حاد في مناعته ووزنه، كما فقد القدرة على الكلام، وهو محكوم بالسجن 55 عاما إضافية. نتمنى على من يستطيع ومن يتعاطف مع هؤلاء الأسرى الذين أصيبوا بظلم الدنيا وظلم المرض وظلم السجن أن يتضامنوا معنا ويسعوا إلى تطميننا على صحة ولدنا. القيادة الفلسطينية بدأت سلسلة اتصالات مع دول عديدة للضغط من أجل الإفراج عن أبو وعر، ومن بينها رسالة من المجلس الوطني الفلسطيني طالب فيها برلمانات العالم بالتدخل. حتى الآن هو في المستشفى ولم ترد أي معلومات تطمئن بالمعنى الدقيق على وضعه الصحي، ولذلك يعني يبقى تصنيف وضعه بأنه خطير جدا. الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال حملت إسرائيل المسؤولية عن حياته، كما اعتبرت مؤسسات الأسرى أن ما تعرض له أبو وعر هو نتيجة حتمية لما يعانيه الأسرى في سجون الاحتلال من إهمال طبي متعمد. سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها سلطات الاحتلال أدت إلى استشهاد 66 أسيراً منذ العام 67 من القرن الماضي، من بينهم 12 أسيراً استشهدوا خلال الأشهر العشرين الماضية. نسرين سلمي، رام الله، الميادين.